ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير. انا ياسمين، كنت عملت قبل كده فيديو في متابعتي مع ايطالي بالمصري، وان انا ازاي الموضوع فرق معايا. انا دلوقتي خلاص بدأت اخلص الا اونو وداخله على الادو. النهارده هنتكلم ان احنا ازاي نستفيد مع ايطالي بالمصري، وان احنا ازاي نتابع. في ناس كتير قوي بتدخل وبتسأل، طب انا اتابع ازاي؟ طب انا ادخل ازاي؟ الدروس ما بتوصليش. كل الكلام ده هنتكلم فيه دلوقتي، ويا رب افيدكم. يلا بينا. طبعا انا فاتحه معاكم دلوقتي صفحه على الفيسبوك، طبعا كلنا مشتركين فيها. السؤال هنا دلوقتي اشترك ازاي على اليوتيوب؟ حتى لما بننزل اللينك بتقابلكم مشكله ان هما بيطلبوا منكم الايميل، وطبعا اكتريتنا بنبقى ناسينه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنخرج خالص من الفيسبوك وهندخل على اليوتيوب بالطريقه دي. طبعا انا ظهر لي طالب المصري على طول. هنخرج من هنا او هندوس عند البحث عشان نكتب ايطالي بالمصري. هنكتب ايطالي بالمصري، انا ظاهر له ايطالي بالمصري اهو، دي صفحة ايطالي بالمصري. دلوقتي احنا عايزين نشترك. دلوقتي هيظهر لك بالطريقة دي لأول مرة داخل الصفحة، هتظهر له بالطريقة دي. فانا عايزة اشترك فهدوس هنا. طب في ناس بتقول طب انا مشتركة وبرضو مش بتظهر لي الدروس اول ما بتنزل، ده لسبب انك انت مش مفعلة الجرس. لازم نفعل الجرس بالطريقة دي. في ناس برضو بتقول انا مشتركة ومفعلة الجرس وبرضو ما بتوصليش اي حاجة. فللضمان احنا هنخرج من الاشتراك ونبدأ ندخل من اول وجديد ونفعل الجرس. كده نضمن ان احنا هتوصل لنا الدروس بإذن الله اول ما تنزل. دلوقتي طب انا داخله جديد ومش عارفه، مش متابعه من الاول ومش عارفه القديم ومش عارفه الجديد. هنتابع كده بالطريقه دي. هندوس هنا بلاي ليست. زي ما انتم شايفين معاكم على الماشي ايطالي بالمصري، كورس القواعد، تعليم الايطاليه من الصفر، وده طبعا اهم حاجه للي داخل جديد وبيتعلم الايطاليه من الاول. هندوس هنا زي ما انتو شايفين الدروس. في حاجة كمان عايزة اوريها لكم، هنا كورس القواعد، اسفه كورس الصوتيات. اللي انا عايزاه بقى ان احنا نخلي بالنا من الفوكالي، لان طريقتنا بتتلخبط او بتنطق غلط ما بين الا والا والاي والاو والاو. في ناس بتنطق دايما الاي اي او يعني مثلا على دوا بتنطقها، في ناس بتنطقها دوا، او اكترية الكلام في كلام كتير بتنطقها مثلا اخرها ايه وتنطقها اي. فكل الكلام ده مشروح هنا في الدروس ديت. ياريت ندخلها ونشوفها ونسمعها كتير، هتفرق معانا جامد. دلوقتي بعد ما اشتركنا في القناة وفعلنا زر الجرس، دلوقتي احنا عايزين نذاكر. نذاكر ازاي؟ ما يمنعش ان احنا ننزل درس جديد واحنا ورانا حاجة كتير بنعملها، ما يمنعش ان احنا ما نسمعوش. لا، نسمعه ونحط سماعات في ودننا، نسمعه كتير، نمرن ودننا. دلوقتي هنشغل الدرس مع بعض. بعد ما نسمع الجملة بتتقال نبدأ نرددها مرة واتنين وتلاتة، نعود لساننا نفهم الكلمة دي كانت ازاي، الكلمة دي كمان جت ازاي. لازم ده هيسهل معانا الفهم والحفظ. احنا مش هنحفظ، احنا لازم نفهم. احنا لما نفهم هتسهل علينا ان احنا ما ننساش ما ننساش. تعالوا معانا نسمع. انت بالفعل عملت الحاجة دي، يعني الحاجة دي خلاص اتعملت. اي جا فاتو كويستو. تعالوا نفصصها. اي جا فاتو كويستو، مبدئيا كلمة جا هنشرحها بالتفصيل، ولكن لما تشوفوها تعرفوا ان هي بتأكد على حدث حصل وخلص. خلاص، حاجة حصلت وخلصت، خلصت خلاص، تمام. فلما أقول I già fatto questo، أجي أنا بقى أردد I già fatto questo. I già fatto questo، هبدأ أقول كتير I già fatto questo، أمرر لساني أفهم I كانت على أساس إيه، fatto على أساس إيه، في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل. ده هيسهل معانا الفهم وهيسهل معانا إن إحنا المعلومة توصل لنا أسرع، وإن إحنا حتى نعرف نكون جمل بطريقتنا.
في حاجة كمان حابة اقول لكم عليها. لما يقابلنا كلمة صعبة نعمل معاها ايه او نتعامل معاها ازاي؟ ده درس مثلا على عند الدكتور لما نحب نغير الميعاد. في كلمة معانا هنا اسمها بريسكريتسيونه، فطبعا انا صعبة بالنسبة لي، مش عارفة اقولها صح، فانا بقسمها على 3 اجزاء واقول بريسكريتسيونه. اي كلمة صعبة بتلاقيها صعبة معاكي، ما بتعرفيش تنطقيها كويس، ما بتعرفيش تقوليها صح، بتحاولي تقسميها على 3 اجزاء. ده بتفرق معاكي جامد، وانك انت تكتبيها لما نيجي نكتبها ونشغل معانا الحواس بتاعتنا، ده بتفرق معانا ان هي كلمة ما ننساهاش. يعني انا مثلا ببقى عندي ورق ابيض بكتب فيه كتير، حاجة خارجية يعني، بكتب كتير كتير كتير. احنا المفروض يعني احنا دلوقتي قلت لكم على كذا حاجة. اول حاجة بنسمع الدرس فبنشغل ودننا، تاني حاجة لساننا، عينينا لما نيجي نقرأ الدرس من الكتاب، 4 لما بنيجي نكتبه، ده بتفرق معانا كتير. هنا معايا ده الكشكول بتاعي، ده اللي انا بكتب فيه كل حاجة. حاطة هنا في الاول الافعال، زي ما انتوا شايفين كان كل فعل بينزل جديد انا كنت بكتبه. حاطة هنا في الاخر، هنا حاطة القواعد وكل الدروس اللي بتنزل زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا مثلا ما معيش الكتاب بتاع الاونو، معيش كتاب اونو، فانا طبعا بكتب الدرس بعد ما بسمعه بكتبه، فبمرن ايدي زي ما احنا قلنا. ده هنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم يا ريت نطبق كل الحاجات دي، هتفرق معانا جامد. يعني انا مثلا مثال، لما باجي في كلمة معينة ببقى ناسيها، بفتكرها ازاي؟ بفتكرها بخط ايدي، بفتكرها انا كنت كاتباها ازاي حرف حرف. ساعات برضو وانا نايمة بعد ما بخلص مذاكرة بسترجع كل اللي انا ذاكرته، ده بيسهل معايا برضو ان انا الكلمات تثبت معايا اكتر. احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نشترك على القناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وفي برضو على الانستجرام برضو اللينكات نازلة. وربنا يوفق الجميع بإذن الله. يا ريت الشرح اللي انا قلته يكون مفيد بالنسبه لكم، ويكونوا فعلا استفدتوا وعرفتوا تخشوا على القناه. لو في اي حاجه حابين تسالوا عنها، لو حابين افكار تعرضوها علينا، كل الحاجات دي ممكن تكتبوها في الكومنتات. والسلام عليكم. حابين في فيديو النهاردة مش بس ان احنا نديكو خطوات ازاي انكو تتابعوا وتذاكروا معانا، وازاي نرد على الاسئلة الكتير اللي انتو سألتوها في المتابعة وفيما يخص المذاكرة، حابين النهاردة ان احنا نعرض معاكو تجربة اسماء مع قناة ايطالي بالمصري، وقد ايه هي فرحانة. وبصراحة املنا كبير ان كلنا ننجح سوا، املنا كبير ان الكل ينجح. ازيك يا ابله زوزو، عامله ايه؟ احب اشكرك كتير جدا 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 من هنا لحد الدنيا ما تخلص. انا كنت جايه هنا ايطاليا من سنه ونص، ما كنتش اعرف اي حاجه خالص نهائي، لا تشاو ولا بونجورنو ولا اي حاجه خالص. جيت هنا اول فتره قعدت عادي، جايه ايطاليا جديد بقى وهتفسح بقى وجايه لجوزي وكده يعني. طبعا اول مشكلة واجهتني ان انا كنتش بعرف اتحرك خالص من غير جوزي نهائي. لازم يسيب شغله ويجي معايا، الاول كشوفات الحمل وبعد كده متابعة، ورايحة اي مكان لازم هو يبقى معايا، لحد ما لقيت القناة واشتركت على القناة، وبعد كده بقيت اسمع الفيديوهات في الاول وعادي، اللي هو ايه بسمعها اللي هو ايه عشان اعود وداني انها تسمع، انما ما كانش عندي الجرأة ان انا ايه اقول ورا حضرتك او اتعلم، اللي هو ايه انا هتعلم ليه؟ طب ما هو جوزي معايا. بس لحد ما جيت في مرة في اول الكورونا، كنت بدخل المستشفى لوحدي مش فاهمة اي حاجة، مش فاهمة اي كلمة خالص من اللي بتقوله الدكتورة. جا بقى جوزي بقى حاول ان هو ايه اللي هو مش كل شوية هيبقى معاكي على التليفون، لازم تتعلمي لازم تحاولي، طنشت واللي هو ايه بقيت اسمع كلمة وخلاص، لحد بقى ما ايه
قعدت في المستشفى طبعا ايام الولاده، هو كان معايا على طول على التليفون، ما كنتش حتى بعرف اقول لها اللي هو ايه انا عايزه مساعده، او ان انا عايزه الطفل، كنتش بعرف اي حاجه خالص نهائي. كان كل ما يكلمني كلمه اروح رن على جوزي تقول له، هو كان بيقول لي لحد بقى ايه قبل عزه ربنا يخليها يا رب يبارك لها، عرضت ان هي ايه اللي هو ايه تساعدنا وتعالوا نتعلم ومجموعة كذا، بشوف الواجبات وبشوف الدروس، فقلت انا ليه ما اتعلمش، ما انا لازم اتعلم، وكده كده ابني هيدخل الازيلو عشان ما بقاش واقفة في وسط امهات الاطفال وانا واقفة كده مش فاهمة حاجة، على الاقل يعني حتى نتعرف اسماء العيال وكده. يعني اول يوم رحت الازيلو ما كنتش لسه اصلا تابعت مع ابل عزة، رحت الازيلو اللي هو قالت لي ايه طب اسم البامبينو ايه، ابنك اسمه ايه، انا ما عرفتش ارد عليها خالص نهائي، لان انا ما كانش عندي خلفيه اصلا على اي حاجه خالص. عند كده بقى وقفت قلت لا لازم اتعلم، ولازم بقى يبقى ايه يبقى ليا واقفه اللي هو ايه لازم اتعلم عشان خاطر نفسي انا وعشان خاطر ابني، ما احرجش ابني قدام الناس يعني وكده بس. فطبعا بقالي دلوقتي شهر مع ابل عزه، عايزه اقولك ان انا فرحانه جدا 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 بالمجهود. جوزي معايا بيتابع معايا على طول، دايما بيشجعني، دايما بيصحح لي النطق لان انا نطقي بايظ خالص. كل مره يقول لي ايه اسمعي كويس من ابل عزه وهي بتقول اسمعي كويس نطقها صح اتعلمي، لحد ما خلاص يعني الحمد لله اهو بقيت اتكلم، اتعرف، حد سألني سؤال عادي. انا كنت بخاف جدا جدا من الطالينة، كان لما حد حتى يعدي من جنبي ويضحك اللي هو ايه يبتسم بس كده عشان معايا بامبينو صغير وتشاو وبيلو مش عارفه، انا ما كنتش عارف كلمة بيلو دي يعني ايه نهائي. فطبعا احب اشكرك يا ابو العزه، اشكرك كتير كتير جدا 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 على مجهودك، ان شاء الله باذن الله هتابع معاكي اتزيرو ادوا واونو ادوا وبيقونو لحد ما ان شاء الله باذن الله اتعلم ويبقى ليا كيان هنا. شكرا جدا. شكرا ليكم ولمتابعتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. الى بروسيما، تشاو تشاو.